طيب خلينا نروح للمهندس محمود. باشمهندس محمود برضو يعني احنا كلنا بنتكلم على الصناعه واهميتها وبنتكلم عليها كلام كويس جدا، فالدوله بتستشعر الخطر فعملت نائب رئيس وزراء والراجل بيجري له نهار في هذا الاطار. هل احنا قادرين فعلا ان احنا نركب سفينه نوح ونجري؟ انت متفائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاول ومتشكرين. خلينا نتكلم فعلا بواقعيه، احنا في فتره انتقاليه. وإذا ما استغلناش إحنا كصناعة الوقت ده يعني عندنا فرصة لازم نستفيد منها. يعني سيادة الفريق كامل حقيقي هو عمال بيدي حاجة ويقول لك دوس وأنا وراك. هو ده المبدأ بتاعه يعني. والقرارات اللي بتطلع حقيقي جريئة جدا وواضحة وفيها الرؤية بتاعة الصناعة اللي احنا كنا بنطالب بيها من سنين. يعني كنا بنطالب ان مش عايزين غلق اي مصنع من مصانع صدر القرار ان مفيش تفتيش على مصانع الا ما يكون في لجنة وممنوع غلق اي مصنع من المصانع. كنا بنطالب بالاراضي الصناعية انها تبقى خلصت، اصبحت النهاردة تبع رقميا، تبع مصر الرقمية، مفيش فيها تلاعب، مفيش. ودي حقيقة يمكن انا لمسها اكتر لاني بصفتي رئيس لجنه التراخيص في اتحاد الصناعات المصريه. رئيس لجنه التراخيص؟ التراخيص الصناعيه. طب قول لنا اخبار التراخيص قبل وبعد بقى عشان احنا النفس يتفائل والناس تتفائل. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، دور هيئه التنميه الصناعيه النهارده في وجود سياده الفريق كامل اصبح قوي جدا، وفعلا بقى في تعليمات صريحه جدا دي ازاي ان انا اساعد الناس كلها في الحصول على التراخيص باقصى وقت، سريع جدا بامور ميسره. يعني ان شاء الله هتسمع قريب قوي ان اصبحت التراخيص والسجلات الصناعيه والكلام ده كله هتبقى اونلاين. احنا بقينا النهارده الاراضي اونلاين، هتبقى كل الحاجات المطلوبه من هيئه التنميه الصناعيه ورقيا. وليس هو ده دور هيئه التنميه الصناعيه، دور هيئه التنميه الصناعيه اكبر من كده، ولكن احنا ما زلنا كان الدور ده مش عارفين نقفله. النهارده بيتقفل. كان عندنا مشكله حمايه مدنيه مع بالنسبه للتراخيص، اصبحنا بنغير النهارده في اشتراطات الحمايه المدنيه، كود الصناعه بالنسبه للحريق في ان هيصدر قرار بكود موحد للصناعه، كود المباني حصل له تعديل. فاحنا يعني احنا دخلنا في تفاصيل كانت معرقله للصناعه. لا هي كانت موقفه. موقفة. ماشي. احنا كنا بنقول، خلينا نقول ايه، احنا كنا دايما بنطالب يا جماعه احنا بتوع صناعه سيبونا نشتغل وبلاش ان احنا نخش في الحاجات الصغيره. هو ده اللي بدا يتم دلوقتي على ارض الواقع.